لا واحد ما يزيد. اسكت 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 اسكت. الله يرحمه ويجدد عليه الرحمه. نقول لك هذا قدر الله، يعني لا مفر من قضاء الله، ولكن يعني الانسان اللي ما كيمشي ما كتسخر الفرق اللي صعيب، ماذا يعني قضاء الله؟ اننا كنشوفوا الفنانه ديالنا كيمشيو وهذا قدر الله. نتمنى ان شاء الله تكون اخر لقاء ديالي معه، ولا قبل ما يمرض يعني كنقرر باش ان نجمع كاع الاصدقاء القدام الشله القديمه ونجلسوا جلسه ونتذكروا الايام الجميله اللي قضيناها، ولكن القضاء قدر الله.